خلينا نسمع قبل وطنيه لصاحبين التونسيين نرحبوا بالسيطه الكريم اللي معاه المساعد اتصال التونس في الحقيقه نرحبوا بشركاء لانه احنا في نقابه الصحفيين التونسيين نعتز جدا بشركائنا اوفياء ايضا بشركائنا احنا بدينا مع اتصال التونس منذ سنه 2010 واستمرت الشراكه بيناتنا 2011 و12 لحد اليوم. احنا اليوم نوقعوا اتفاقيه جديده، اتفاقيه فيها امتيازات اخرى. الاتفاقيه هذه تنطلق من حرصنا احنا كنقابه وطنيه صحفيين تونسيين على توفير مستلزمات افضل للزملاء. تعرفوا ان وسائل الاتصال الحديثه هي جزء اساسي من عملنا كصحفيين. قلنا احنا صحيح الجانب المادي مهم، ولكن ايضا جانب مدى جديه ومصداقيه الطرف في الموقع معاه. واحنا عندنا ثقه في الشريك بتاعنا، عندنا احترام كبير، والتجربه اكدت انه من الضروري بالنسبه لنا ان نواصل. الجائزه هذه تكون قيمتها 10,000 دينار. طبعا ربما بالنسبه استثنائيا بالنسبه لسنه 2014 قد نفكر في نقابه الصحفيين، نفكر ربما قد تمشي للمؤسسه، المؤسسات باعتبار انه مازلنا ما حطيناش المقاييس وما فتحناش المجال باش تكون نفتح باب التنافس لكل الزملاء على قدر المساواه. ربما السنه هذه باعتبار انه احنا في نهايه العام ربما قد توجه للمؤسسات الاعلاميه لتشجيعها، وخاصه اللي تميزت باداء اعلامي جيد وباحترام اخلاقي الامانه. ولكن بدايه من سنه 2015 باش تفتح للزملاء الصحفيين جائزه قيمتها 10,000 دينار بافضل المقالات واحسن الانتاجات الصحفيه. الحضاره الذي يعني كبير انه للمره الثالثه على التوالي انا نشكل هذه الشراكه اللي في مقال سلاجي بدات من 2010 وجددناها مره ثانيه في 2011، وهذه المره الثالثه اللي نجدد الشراكه، وان شاء الله شراكه معناها طويله المدى. اتصال تونس كما تعرفتوها هي مؤسسة وطنية، ما أكثر منها وطنية، هي مؤسسة مواطنة سيتي في سيتويان. والحضور نتاعنا في هذا المجال التعاون والدعم حضور نقول طبيعي وبديهي. علاش؟ على خاطر كما تعرفوا احنا حاضرين في كل المجالات اللي تنجم تعاون المجتمع التونسي، حاضرين في المجالات الرياضية، الثقافية، البيئية، في كل ما هو ينجم يدعم ويطور المجالات مثل المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، احنا حاضرين. ونعتبروا أن النقابة الوطنية للصحفيين هي الموتور، دفع كبير، والقيمة اللي قاعدة تخدموا فيها خاصة بعد ثورة 14 جانفي المجيدة، يعني خدمة كبيرة يلزمها دعم، يلزمها تحفيز. والحمد لله احنا من 2010 فزعنا ونعمل في سيتي، بدينا هذا الدعم هذايا، وهم فخورين به وهذا شرفنا. وشرف لنا انه كما قلت السنة المرة الثالثة على التوالي والسنة السابعة على التوالي يكون اتفاق الشراكة اللي يجدد الثقة تاع النقابة الوطنية للصحفيين في تونس. هي ثقة كما عبر عليها السيناجي، هي ثقة كبيرة. احنا ان شاء الله نكونوا على مستوى الثقة باش نعطيو لكل الخيام الصحفيين والاعلاميين لي زوتي، المواد اللي تساعدهم باش يكونوا اول حاجة يخدموا خدمتهم في الظروف الاكثر ملائمة، ويكونوا هما خدمتهم اكثر في على الميدان، يكونوا قراب حتى العدد نتاعهم. علاش؟ وسعنا العرض بكفه عائلات والصحفيين والاعلاميين باش يخدموا في ظروف اكثر ملائمه واقل صعوبه. كما قال سي ناجي زاد العرض هذا معنا عرض اوسع من العروض القديمه، من الفيرسيون القديمه نتاع الشركه. فيها خطوط الجواله، فيها خطوط القاره، في الانترنت سواء فيكس ولا موبيل. في كذلك مزايا الهاتف الجوال نفسها كذا جديدة، وفي مزايا يعني مزايا كاليفيكاسيون على
معناها سي افونتاجوز بور سيت بور لا بور لي لا فامين دي بور لي جورنالست بريتا اتفاقية الشراكة بين السادة تونس والمكتبة الوطنية لصحافة التونسيين كما فاز تمكين كتب العديد من الامتيازات والعديد الامتيازات هذوما باش يكونوا في الجي اس ام في الهواتف الجوالات في الهواتف وفي التاريفيكاسيون تاع لي ميمو مع ذلك زاد قمنا بتقديم امتيازات لكلي تواجي لكلي تواجي باش يكون معناتها عندهم امتيازات كبيره زاد خممنا في حاجات اخرى اللي واحد يضيع لكلي تواجي نتاعو زاد نجمو زادا نبدلو الكلين هذاك زي امتيازات معناتها كبيرة جدا امتيازات أخرى زادا لا دي اس ال المنزل معناتها الفيكس ولا دي اس ال الزوز ثم تخفيضات كبيرة جدا معناتها تكون اللي هي معناتها تخفيضات نقولو اكسكلوزيفمون كانت الصحافيين والعائلات الصحافيين كذلك ثم تخفيضات أخرى باش تكون في في الدي اس ال فيكس وبشكل عام مع التجوال الانواع تاع الهواتف بشكل عام العائلات نتاعهم زاد باش يتميزوا بالعديد من الامتيازات اللي هي باش تكون العائلات كما قلنا احنا ما بلاش نتاكدوا شكون العائله نتاعو العائله نتاعو باش تكون العائله ولا الاصدقاء ولا باش تكون منهم انتوما معناتها باش يجينا باش يكون عندهم زاد امتيازات بتاريفيكاسيون معناتها تاريفيكاسيون افونتاجاز افيك دي زوفر هاتزات معناتها تليفونات تاع الهواتف الجوالات مجتمع مدعمة تدعيم كبير برشا. كاين بيكون عملنا بهم معاهم قبل أنا باش نقول معناتها الهاتزات نتاعهم باش يكونوا ما يفوتوش مليون معناتها 1000 دينار. قلنا في الامتيازات هذوما باش نقدموا 50% معناتها 50% على الهواتف الجوالات الذكية معاك وفما باش تكون معناتها أكثر من مليون معناتها باش تكون تخفيضات هامة تصل إلى 30%. بالنسبة لنا نعمل لجنة ما بين نقابة الصحفيين الطبعة الوطنية للصحفيين واتصال تونس باش نشوفوا اكزاكتومون شنو هما الكريتير وأكثر حاجة أنتم باش تعاونوا فيها أكثر أما احنا نحبوا نكافئوا أحسن عمل إعلامي صحفي يعتمد على تكنولوجيا الاتصال.